هل تعلم أن الرخام هو صخرة متحولة؟ هذا يعني أنه كان يوما من الأيام نوعا مختلفا من الصخور، لكنه خضع لتحول كبير عن شكله الأصلي الرسوبي أو المتحول. لقد كان الرخام موجودا منذ فترة طويلة، كان مادة شائعة للبناء والديكور المنزلي للأجيال. في هذا الفيديو أصدقائي سوف نتعرف معا عن طريق تعدين الرخام وتحويله إلى رخام سطحي. إذا كنتم مستعدون أصدقائي لمشاهدة هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ودعمنا لإنتاج المزيد من الفيديوهات، وهيا بنا لنبدأ. يتم إعادة استخراجه من المحاجر المكشوفة والحفريات الكبيرة التي يتم إجراؤها على سطح الأرض للوصول إلى التكوينات الحجرية الموجودة أسفل. تقنية الاستخراج تعتمد على نوع من الرخام والمحجر المحدد على سبيل المثال كارماريل كوتو. يتم استخراج مجموعات متنوعة من الرخام باستخدام القطع الرأسية، بينما قد تتطلب الأنواع الأخرى إزالة أفقية بناء على الجغرافيا المحلية. والجانب الرائع من الرخام هو عروقه وأنماطه التي توفر مظهرا فريدا وفريدا من نوعها. خطوط من الأشكال الدوامة الملونة أو حتى الجسيمات الذهبية المشابهة، أحد أنواعها البارزة هو رخام شبه جزيرة سيناء المعروف بلونه الأصفر الكريمي ونمطه المرقط. من المهم ملاحظة أن استخراج الرخام لا يؤدي دائما إلى كتل مثالية ذات حجم منسق، وحجم الكتل النهائية وشكلها يمكن أن تختلف تبعا لظروف المحجر وطرق الاستخراج. لكن مع التخطيط الدقيق والمعدات المتقدمة يمكن تقليل هذه الاختلافات إلى الحد الأدنى لضمان جودة الرخام المثالية. بعد استخراجه يتم تقطيع الرخام إلى ألواح، هي عملية تنطوي على مزيج من العمل اليدوي والتكنولوجيا، حيث أن كل كتلة رخامية تزن عادة ما بين 6 إلى 15 طنا. يتم استخدام الآلة الثقيلة في مواقع التعدين. تشكيل الرخام هو عملية تدريجية تحدث عندما يتعرض الحجر الجيري تحت الأرض لحرارة وضغط عاليين، ثم يتم تقطيع القطع الكبيرة الناتجة عن هذه العملية إلى ألواح باستخدام إما الأنواع العادية أو الرطبة اعتمادا على الحجم والكتلة. يقوم المنشار الرطب على سبيل المثال برش الماء على البلاط أثناء القطع للحفاظ على برودة المادة ومنعها من التشقق. تم تصميم اللوادر ذات العجلات للتعامل مع الأحمال الكبيرة وتعمل في ظروف صعبة، تعتبر مثالية للاستخدام في المحاجر والبيئات الصناعية المماثلة، حيث تسهل هذه الآلات الحركة السريعة والفعالة لكميات كبيرة من المواد التي تساعد في معالجة الألواح الرخامية جنبا إلى جنب مع الجرارات الزاحفة، حيث تمكن واسعتها البالغة 35 طنا من نقل كتل الرخام لتصنيعها، بحيث يقوم المصنعون بإجراء المزيد من المعالجة جنبا إلى جنب مع الرافعات والآلات المخصصة الأخرى لضمان النقل الآمن والفعال. في موقع التصنيع يتم تفريغ الكتل وفرزها ثم رفعها إلى أحجام وأشكال محددة. تتطلب هذه المرحلة اهتماما دقيقا بالتفاصيل والتحكم الدقيق في الميكانيكيات.
تضمن العملية استخدام معدات الأسلاك، وهو مثالي لإنشاء الألواح من الجرانيت والرخام، نظراً لقدرتها على تقطيع الحجر بسرعة وباستخدام مجموعة من الأسلاك الماسية. على سبيل المثال، يستغرق قطع كتلة كريميرال حوالي 8 ساعات بالنظر إلى وزنها وسمكها، لكن العملية لا تستغرق وقتاً طويلاً، وفي النهاية تخضع الألواح للمزيد من المعالجة الفردية. إحدى هذه العمليات هي التآكل الذي يغير مظهر الرخام لإنتاج تشطيبات مختلفة. رخام طبيعي يتكون من الحجر الجيري المتحول أو الحجر الدولاري على مدى ملايين السنين، يتميز بألوان ونصوص مميزة وأنسجة متباينة من الرخام الاصطناعي المصنوع من مكونات صناعية مثل قطع الرخام الصغيرة، مسحوق الحجر، رمل الكوارتز، الإسمنت البلاستيكي والغراء الأكريليكي يحاكي مظهر الرخام الطبيعي وخصائصه. لتقوية المواد لمختلف الاستخدامات، يتم إضافة شبكة ارتجاجات الأيبوكسي الضخمة لتقليل الكسر ومعالجة الشقوق وملء الثقوب وتعزيز هيكل البلاطة، وبالتالي تعزيز مظهره ونعومته. لاحقاً في العملية، يتم استخدام قطع الحجر بالتحكم العدي باستخدام الحاسوب الآلي. تسمح هذه التقنية بقطع أنماط معقدة إلى حجر دون عمل يدوي. بعد كل خطوات القطع، يضمن العمال أن كل شيء يسير بسلاسة مع التشطيب على التعديلات الطفيفة. أخيراً يتم نقل أسطح الرخام إلى العملاء. تتضمن هذه المرحلة الدقيقة حمل أسطح العمل عمودياً للحفاظ على سلامتها. يتم تثبيتها على إطار أي على الشاحنة باستخدام سلاسل الأشرطة وآليات التثبيت الأخرى مع عناصر التثبيت، وذلك لضمان النقل الآمن. يتم استخدام المشبك الحامل لتحريكها للحفاظ على تشطيبها وثباتها الهيكلي. يوجد لديك سطح رخامي خاص بك. شكرا لك على الانضمام إلينا في هذه الرحلة إلى عالم تعدين الرخام، الذي نأمل أن يكون
قد أفادك. أصدقائنا الكرام، لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس لدعمنا لإنتاج المزيد من الفيديوهات، وشكرا على المتابعة، وإلى اللقاء.